سلام، في هذا الفيديو غندير معكم لافيش بيداغوجيك ديال لاكتيفيتي دو لونغ، وغادي ندير حتى لاكتيفيتي ديال لوغال، وغادي انتيغري فيها لوطو ابرونتيساج يعني التعلم الذاتي. غير قبل ما نبدا عفاكم بغيت نفتح واحد القوس، كنتمنى التوفيق لكاع الناس اللي غادي يدوزوا الامتحان ولا الكونكور ديال التعليم. غير بغيت نشير لواحد القضيه، هما المسؤولين على التصحيح ولا الناس اللي غادي يستقبلوكم باش تدخلوا لمراكز التكوين، راه عندهم درايه تامه بانكم ما مكونينش في هذا الشيء ديال العلوم التربيه والديداكتيك. الحاجه اللي كيركزوا عليها اكثر هي التخصص، وبالنسبه للتخصصات راهم بحر، يعني تقرا حتى تعيا وما عمرك غتكون ملم بكل شيء. ما تستريسيوش راسكم، ربي ملي كيبغي يطرح البركه راه كيطرحها غير في شي حاجه قليله اللي كتبداو بها وممكن هي اللي تلقاها. التوفيق للجميع ان شاء الله. بالنسبه للافيش بيداغوجيك ديما تنبداو بهاد لي زانفورماسيون الاولين اللي هما النيفو اللي عندنا 3 اني كوليجيال، لا بيريود نيميرو 6 اللي فيها لا نوفيل، لا سيكونس نيميرو 2 في هاد لا بيريود ريديجي لو سينوبسيس دو نوفيل، لا كومبيتونس اللي خاص لابرونو ياخدها هي كومبروندر اي برودوير اون نوفيل. هاد لا كومبيتونس هي اللي خاص يولي عندو يولي يفهم ويولي يقدر يكتب اون نوفيل. لوبجيكتيف جوستيفي ان شوا اون يوتيليزون ليكسبرسيون دو لا كوز. سيبور عندنا باركور، يعني هذاك المانيوال باركور باج 116، اوتي ديداكتيك ولا بيداغوجيك نخدمو بالطابلو ولا نخدمو بليماج ولا نخدمو المهم انسي دو سويت. دور دو لاكتيفيتي عندنا اون اور. ندوزو دابا لديرولمون دو لاكتيفيتي. بالنسبه لي زيتاب اللي ما تيتبدلوش نهائيا، لا بروميير ايتاب هي لا ميز اون سيتوياسيون. كيف كان قال لنا واحد لونسينيون في السنتر ديال التكوين، كان قال لنا لاكتيفيتي دو لونغ ما تنديروش في هذيك القضيه ديال موتيفاسيون رابيل انسي دو سويت. ممكن نديرو واحد الدخله اللي ندخلو بها لاكتيفيتي، ولكن ما تنديروش موتيفاسيون انسي دو سويت كوم لا ليكتور ولا لورال ولا ليكري. دونك هنايا عندنا لاكتيفيتي هي ديال لونغ، جوستيفي ان شوا اون يوتيليزون ليكسبرسيون دو لا كوز، يعني تنخدمو هنا لا كوز بور جوستيفي واحد لو شوا. نعطو هنايا واحد المدخل في هاد لا ميزون سيتوياسيون. بوركوا فو بورتي دي مونطو؟ باسكو يل في فخوا. هاد باسكو يل في فخوا هادا لا ريبونس لي كنتوقعو من التلامد يعطيوه لينا. دو كيكسبريم سيت فراز؟ لا كوز، حيت عندنا باسكو. Quel en est le moyen? Parce que. هنا نانونسيو ليهم لوبجيكتيف من بعد ما زعما جاوبونا. كنقولها زعما لان للاسف الشديد بعض المرات كيكون لو نيفو شويه بون. انونسي لوبجيكتيف دو لا لوسون، جوستيفي ان شوا اون يوتيليزون ليكسبرسيون دو لا كوز. هنا لا تاش ديال لونسينيون شنو هي؟ بهاد لي كيستيون il met l'apprenant dans le bain. هنا عاوتاني تي انونسي لينا لوبجيكتيف. تاش دو لابرونون سو رابلي موبيليزي لي بريروكي انسي دو سويت، هي موبيليزي سي بريروكي. هاد لاكتيفيتي هادي كتاخد لنا بريسك واحد 3 مينوت. ندوزو لاكتيفيتي التانية اللي هي اوبسيرفاسيون وديكوفير. كومبيان دو فراز كومبورت لو سيبور؟ هنا عندنا واحد السيبور تنخدمو عليه 3 فراز. انيميري لي زيكسبرسيون انتر بارونتيز، باسكو، كار، بويسكو. Qu'expriment ces expressions? La cause. La tâche de l'enseignant, faire observer les éléments aidant à la compréhension du support. La tâche de l'apprenant, observer, décortiquer le support. Nous avons d'abord la phase tania ou la marhala telta, pardon. هنا هادو كنجمعوهم أغلبية الوقت كنجمعوهم في مرحلة واحدة، كنقولو observation et construction du sens. غير هنا قسمناهم ماشي مشكل. هاد لوبسيرفاسيون ديكوفيرت تقدر تاخد لينا واحد 5 مينوت. هنا كيف قلت لكم ديك المره راه غير تنقدروا، راه بعض المرات هادي ممكن تاخد لك كثر اولا تاخد لك قل، على حساب الكلاس وعلى حساب لي زابرونون اللي عندك. كونستركسيون دو سونس. رولييه شاكون دي 3 فراز بار لا كونجونكسيون انتر بارونتيز. هنا لي ريبونس ديال لي زيليف، جو فو ترافايي افيك مون كاماراد parce qu'il est sérieux et compréhensif. هنا بيان سور في لو سيبور راه عطينا دو فراز، كل وحده بوحدها، لا فراز برينسيبال ولا فراز سيبوردوني.
وكيقول لك وعاطينك لوتي اونتر بارونتيز خاص لابرونو يجمع ما بين هاد لي دو فراز باستعمال هاد لوتي دو كوز اللي هي باسكو هنا لا فراز الثانيه اللي كانت عندنا جو بارتيسيپ ا ليكريتور دون نوفيل كورت كار جيم بوكو لا كرياتور ليتيرير 3 il faut s'organiser et travailler sans cesse puisque nous allons réaliser un projet. هذا لا كيسيون الاولى اللي جمعوا لينا فيهم هاد لي دو فراز لا فراز برينسيبال اي لا فراز سيبوردوني بار هذاك لوتي دو كوز 2 quelle est la question qu'il faut poser pour obtenir la cause pourquoi remplissez le tableau suivant كم تراسيو لهم واحد طابلو اللي ممكن يعاونوا به باش يكونستروي pour construire le sens عندنا لي فراز لا فراز 1 هادو عاطينهم لي نفس سيبور يعني في المانيوال لا فراز برينسيبال لي كانت عندنا في ليكزامبل الاول هو جو فو ترافايي افيك مون كاماراد لا فراز سيبوردوني هي ايلي سيريو اي كومبريونسيف الوغ هنا خصنا كيف جمعوا لينا في الاول هاد لي دو فراز نجمعوا بيناتهم باغ هاد لا كونجونكسيون باسكو الوغ كيف عطاتنا هنايا جو فو ترافايي افيك مون كاماراد علاش باسكو ايلي سيريو اي كومبريونسيف Bien sûr, on a la tâche de l'enseignant, faire relier les phrases pour exprimer la cause, faire découper une phrase complexe. Il y a la phrase complexe. Les apprenants, identifier, relier avec un lien de la cause, se familiariser avec la phrase complexe. نتعودوا بلا راه كاينين دو تيب دو فراز مثلا كاينه لا برينسيبال ولا سيبوردوني وخاصنا نديرو بينهم ان ليان اللي هو مثلا هنا لا كونجونكسيون ديال لا كوز بيان سور هنا لا سويت ديال الطابلو عندنا لا فراز نيميرو 2 ولا فراز نيميرو 3 حتى هي لا برينسيبال لا سيبوردوني لا كونجونكسيون اللي غنجمعوا بينات اللي غنجمعوا بهم لا فراز برينسيبال اي سيبوردوني هنا عندنا كار هنا عندنا بويسكو لا سويت ديال لي كيسيون بيان سور عندنا لا كيسيون نيميرو 4 refaites les mêmes phrases en changeant la place des conjonctions يعني في بلاصه مثلا كار نقدروا واش نقدروا نديروا بويسكو ولا نقدروا نديروا باسكو وكنشوفوا هذوك لي زابرونون واش غيديروا يقدروا يديروا هذا لو شونجمون ولا لا فيس ان شوا جوستيفي لو اون اتيليزون اون اكسبرسيون دو لا كوز هنا تتعطيهم عاوتاني لوكازيون باش يعبروا على لو شوا ديالهم ويديروا جوستيفيكاسيون ديال هذاك لو شوا باستعمال ديال اون اكسبرسيون دو كوز مثلا هنا يقدر يقول لك جيم لا بلوي كار لو طون دوفيان بو ابري مثلا هنا يقدر يقول لك هنا عطا واحد لو شوا كيبغي هو لا بلوي وكي يقول لك بوركوا لا جوستيفيكاسيون كار لو طون دوفيان بو ابري المرحله اللي من ورا لا كونستركسيون دو سونس هي لا تراس اكريت الاغلبيه تيديروا كونسيبتواليزاسيون هي الاولى عاد تيديروا تراس اكريت سيتادير هاد كونسيبتواليزاسيون حنا تنقريو مثلا لا كوز خصو هو يتعلم المفهوم مثلا لو كونسيبت ديال لا كوز من ورا هذيك لا كونستركسيون دي سونس لي دارها صافي يولي عنده واحد لو كونسيبت بلا مثلا بور جوستيفي ان شوا اون اتيليز اون اكسبرسيون دو كوز وبلي راه هذيك ليكسبرسيون دو كوز كتكون فيها دو فراز وحده برينسيبال وحده سيبوردوني وكتكون واحد لا كونجونكسيون هذه هي لا كونسيبتواليزاسيون انا تنشركها في لا تراس اكريت وحنينا اخرين تيسبقوهم هي الاولى تيكتبوا في هذاك الشيء اللي قلت دابا عاد من بعد كتجي لا تراس اكريت انا كيف قلت لكم تنديرها في لا تراس اكريت هنا في لا تراس اكريت غادي نديروا هاد جو روتيان Pour justifier un choix, on insiste sur trois éléments principaux. La proposition principale qui exprime le choix. La proposition subordonnée de cause qui comporte une justification de choix. Et la troisième chose, c'est la conjonction de coordination car ou la de subordination parce que, puisque, ainsi de suite. Voilà. Bien sûr, fa de la trace écrite. La tâche de l'enseignant est de veiller aux erreurs d'orthographe des apprenants. Kedor alihom tichouhom homa tikhtbou. L'erreur de quelque chose qui aoudi qu'il est corrigé ainsi de suite. La tâche de l'apprenant est de recopier ou veiller à son écriture. Dol bel l'écriture dialom il n'a plus de quelque le tableau. Bien sûr, on aura la trace écrite ou on aura la conceptualisation que j'ai ouvert l'application pour vérifier ou j'ai donc les apprenants fait mot, j'ai donc le cours ou l'elle.
demander de faire les exercices numéro 2 et 3 pages 106. Quand on a un exercice, il y a un choix. On a le choix. Il y a un manuel, il y a des exercices qui vont vérifier l'apprentissage ou la compréhension, pardon, de les apprendre. هاد العام بيان سور كيف سبق وشرحت في لي فيديو اللي قبل مزيوده واحد لا كاز اللي هي اوتو ابرونتيساج ديال التعلم الذاتي. مثلا حنايا هنايا في هاد التعلم الذاتي راه يا اما كتكلفهم لان بعض المرات لي زاكتيفيتي راه ما كيكونوش مترابطين 100%، يا اما تتكلفهم بشي نشاط اللي غيخدم لك لاكتيفيتي المواليه، يا اما تتعطيهم واحد النشاط اللي غادي يزيد يعزز لك ديك لاكتيفيتي اللي خدمتي معاهم اون كلاس. عندك لو شوا، ولكن بيان سور في الحصه المواليه راه كتبدا معاهم بهذاك الشيء اللي طلبتي منهم يديروه في الدار. اوتو ابرونتيساج مثلا هنا هذه بيان سور هاد لافيش ديال العام اللي فات غير بغيت نوريكم. vous avez déjà tracé un objectif de vie. essayez de justifier votre choix en utilisant une expression de cause. هنا الاكتيفيتي المواليه اللي من ورا هاد الاكتيفيتي دو لونغ كاين واحد الاكتيفيتي اخرى على حساب المانيوال ديال لي زيكسبرسيون دو بوت. هنا زعما انا بغيت ندير واحد المدخل هذاك ليكسبرسيون دو بوت، نقول لهم مثلا فوز افي ديجا تراسي ان اوبجيكتيف دو في، ايسيي دو جيستيفي فوتر شوا، علاش هذاك اختاريتي انت هذاك لوبجيكتيف، اون يوتيليزون دي زيكسبرسيون دو كوز اي ميم دو بوت. بيان سور لا تاش ديال لونسينيون هنا هي فيريفي لي ريبونس، الحصه اللي ماجيه كيفيريفي معاهم لي ريبونس. و لا تاش ديال لابرونو هي سوتو ابروندغ، يعول على راسو ويكتب شي شويه ويتعلم شي شويه، يفيريفي ميم هذاك الشيء اللي خدا اون كلاس. نشوفو دابا لاكتيفيتي ديال لوغال، لي ميم زيتات اولا لي ميم زانفورماسيون اللي كنقولو ديما في كاع لي فيش بيداغوجيك كيبقاو هما هما. اهم حاجه خاصو يتشار ليها في لافيش بيداغوجيك هما لي زوبجيكتيف ولا لوبجيكتيف ديالك اللي بغيتي تخدم به هذيك لاكتيفيتي. بحال مثلا حنا هاد لاكتيفيتي دو لورال لوبجيكتيف عندنا هو ديكريغ اورالمون بور اكسبريمي ان سونتيمون اي كريي اون امبرسيون. لا دوري ديالها هي اون اور و لي زانفورماسيون العاديين اللي كنكتبو ديما. دابا نشوفو لو ديرولمون ديال هاد لاكتيفيتي كيفاش غيدوز. بيان سور عندنا لي زيتاب دو لاكتيفيتي، الكونسين اللي تيعطي لونسينيون و لي طاش اللي تيديرو لي زابرونو. هنا عندنا لا دوري كيف ديما. Pour la mise en situation, on a besoin de la motivation. Comment est le temps aujourd'hui? Maintenant, la réponse de l'apprenant, ensoleillé, beau, pluvieux. Comment vous vous sentez quand il fait beau? La joie, le bonheur, la gaieté, ainsi de suite. On a besoin de l'annonce de l'objectif. D'écrire oralement pour exprimer un sentiment et créer une impression. Le même objectif que nous avons. هاد لاكتيفيتي او بيان هاد ليطاب لا ميزون سيتياسيون تاخد لنا بريسك واحد 3 مينوت. ندوزو دابا لوبسيرفاسيون. لاكتيفيتي ديال لوغال تقريبا بحالها بحال لاكتيفيتي دو ليكري، ديما كيكون عندنا واحد السوجي غير هو في ليكري تنكتبو، ولكن في لوغال خصنا نهضرو، خصنا يفو كومونيكي يفو بارلي اورالمون، يعني توجور إليا ان سوجي. ليغ اي فير ليغ لو سوجي باج باردون 137 à plusieurs reprises. Il y en a qui sont le sujet. Dégagez les mots-clés du sujet. Voici les mots-clés qui sont écrits pour l'apprenant, c'est-à-dire la tâche de l'apprenant. هنايا من ورا لوبسيرفاسيون يعني تيلاحظوا شنو هما لي موكلي ويقراو لو سوجي مزيان، تيديروا واحد لا ديكوفيرت ومعاه حتى واحد لا كونستركسيون دي سونس. هنا كلاسي لي ديسكريبسيون سولون لو طابلو سويفون. ليسونسييل اللي خصكم تشدو من هادشي هو من ورا هذيك لوبسيرفاسيون خاصهم يديروا لا ديكوفيرت اللي غادي تتماشى لينا مع لوبجيكتيف اللي تنخدمو. مثلا حنا تنخدمو لوبجيكتيف ديالنا هو شنو هو، ديكريغ اورالمون يعني لا ديسكريبسيون، خصهم يخرجوا لي زيكسبرسيون اللي تيديروا لينا لا ديسكريبسيون ديال ان بيرسوناج ولا ان بيزاج ولا ان اكسيون انسي دو سويت. بيان سور هما باش يديروا هاد لا ديكوفيرت كنعطيوهم دي كيستيون سولون هادوك لي سيبور لي عندنا. انا دابا ما غاديش نوريكم لي سيبور، ليسونسييل تشدو غير هادشي. من ورا هاد لوبسيرفاسيون لا ديكوفيرت تعطيهم واحد لا كيستيون بحال شي كونسين خصهم يديروها. شوازيسي ان بيرسوناج اون اكسيون بيزاج اي فيتون ديغاجي ان سونتيمون. هنا تنعطيهم شي حاجه باش يبداو يهضروا اورالمون.
يديروا لنا لا ديسكريبسيون وهما كيديروا ديك لا ديسكريبسيون il faut créer une impression تعطوا l'impression ديالهم عليها d'accord bien sûr هنا il faut s'exprimer oralement هنا فهاد l'activité de l'oral c'est préférable نديروا واحد la production واحد la trace écrite داكشي اللي قالوه les apprenants تنديروا ليه برسك واحد الريزومي و تنحطوا ليهم كوم تراس اكريت هذا لا الا شات الوقت لانه هذا غير سي اون اكسبرسيون اورال تيبقاو يهضروا كلهم خاصهم يهضروا يتعلموا يهضروا الوغ هنا يعطينا هذا ليكزومبل ديال برودكسيون لا مير ايتي بلات كوم ان تابي بلو سون فاغ لو باتو انسي دو سويت لي زيليف ايسي دو ريزومي لو ريسي ريكوبي اي فوي ا لور اكريتور بالنسبه لهنا لا برودكسيون كريت نديرو فيها واحد 10 دقائق لا ديكوفيرت اي كونستركسيون دو سونس 40 مينوت دي اوبزرفاسيون 5 مينوت اي لا ميز اون سيتوياسيون 5 مينوت اللي تعطينا اون فان دو كونت ساعه 1 اور بيان سور هنا من ورا هاد لا فاز ديال برودكسيون اي تراس اكريت خاصنا نزيدو لا فاز الاخرى اللي هي اوتو ابرونتيساج اللي سبق وهضرت لكم عليها Et bonne chance.